أسئلة سريع جدا، موضوع عن الطعام والأكل في المطاعم والانبساط، وبعد ما ننبسط بيحصل شنو؟ في مشكلة. مشكلتنا إنه الطعام في المطاعم هو سوف يؤدي بك إلى الهاوية. هنشوف مع بعض من خلال تغيير قدمته جريدة الجارديان البريطانية، بتقول أكثر من 7000 وجبة جاهزة و 800,000 مطعم لم تمر عملية التفتيش عليهم تماما في أنحاء البلاد. يعني أنت بتاكل أكل غير صحي. كيف هنشوف الكلام ده؟ هنشوف صور مع بعض. عندنا صورة ده عيش رغيف، يعني رغيف لكن يعني معمول بطريقة غير صحية تماما. القطعة المخطوطة في العيش دي عشان هي ترتب العيش قطعة وسخانة جدا جدا وديرتي. الحاجة الثانية ده المكان اللي هو بخطه فيه بحمله فيه وسخان جدا جدا، دي طلعت شايف؟ انت شايف دي ثلاجة، ثلاجة فيها كل الحاجات اللي بخطوه عشان انت بكره تيجي عم يطبخوها لك او غيره. موجود الحشره دي، الحشره دي حشره خطيره جدا جدا جدا. الحشره دي بتعيش داخل الثلاجه وبتنبسط في اي مكان بتكون عايشه، يعني 100% وبالذات انت تكون قاعد في محل بارد تحب الثلاجه جدا. انا ما عارف ليه لكن الحشره دي من قمت كده شفتها لقيتها الحشره دي تحب الثلاجه بتقعد في الثلاجه كويس. ده بصل محمر، ده بصل محمر عشان بكره شنو انت تيجي تطلب طلب كده يخطيك شحلك منه كف 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 ويدوك تاكل ويقول لك ده طعام جاهز. انا اشتغلت على فكره الصوره دي، انا اشتغلت في مطعم فتره بتاعت شهر تدريب واكتشفت الحاجات اللي انا عرضتها عليك دي وهوريك جزء منها. دي كوره دي فيها زبادي، زبادي ده شنو بيخطوه كده شنو بيطبخوا بيه يعني بيصلحوا بيه. الناس بكون طبعا الاكل بيكون اكل نص استوى بيكون موجود يعني في المخزن تحت او في الثلاجه او في اي مكان في داخل المطعم. فانت لما تطلب طلب من فوق يقوموا شنو بيرسلوا البتاع دي للمطعم تحت السن شنو يقوموا يطبخوا سرك كده ويجيبوا لك. انت بتقعد كده في 5 دقائق الاكل بيجيك. انت عارف الاكل ده بيكون نص استوى، نصه جاهز ونصه ني، وبتخطى في بيئه بس الصراحه غير امنه او غير صالحة تماما لانك تتناول الطعام فيها. شوف البكتيريا، انا بعمل لك لا فوكس، بعمل لك لا وبعمل لك سهم، انت عاين عشان تقدر تتاكد بنفسك. دي الطاسة دي اللي هي بتخطى فيها الصلصة، الصلصة الواحدة دي، ودي مخطوطة احنا كل يوم بنشيل منها الخط ونطبخ للناس والناس تمشي تاكل طوالي. شايف البكتيريا موجودة فيها، عامل لك انا ساعة عشان تشوف الحاجة دي. نفس الحاجة برضو دي البخارات اللي هي بتم بيها الطهي بتاع الريحة الحلوة دي، هي دي نفسها، شايف البكتيريا موجودة فيها. انا داري اعرض لك فعلا حاجات موجودة حية فعلا عشان انت تتأكد بنفسك انه دي مشاكل حقيقية موجودة في المطاعم. في تقرير بيقول انه ليه انت بتقول الكلام ده؟ لانه فعلا بيقول لك انه فعلا في ناس قاعد فعلا يعني بي 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 يعني بيموت يعني بصراحة. في ناس بتموت بسبب الإهمال ده يعني ناس بتموت بسبب الفوضى دي يعني عندك الإكويفغن لمراكز السيطرة على الأمراض الوغائية، منها هناك حوالي 48 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء. في موجود عندنا هنا الناس بتيجي شنو تاكل طق 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 طق، دي 48 حاله، وده في امريكا برضو كويس. قال لك مما يؤدي الى 1005 حاله ادخال المستشفيات و2000 2 مليون حاله وفاه، في حين ان معظم هذه نتيجه المواد الغذائيه المطبوخه في المطاعم. ده خطير، انا مش عارف ليه هم سامحين المطاعم يعني بالاهمال ده يعني. والمصيبه انه يجي يقول لك يعني مع الأسف الشديد يقول لك شنو، يقول لك قال أكثر من 7000 وجبة جاهزة وأكثر من 8000 مطعم لم تمر عملية تفتيش عليهم تماما في جميع أنحاء البلاد. ما ممكن. طب انت يعني طب زرتك شنو؟ طيب انت كنت أصلا انت ما قادر تمر على الحالات دي وبتبدي تديني تقرير الحاجة. وجد انه قال لك فحص تقارير النظافة الغذائية لأكثر من 4600 شركة انما يقارب 30000
قد فشلوا في عمليات التفتيش بما في ذلك أكثر من 7000 وجبة جاهزة و8000 مطعم. ديل أنت أكلت الطعام اللي أنا وريتك من شوية ده. أنا اشتغلت في الموضوع ده، كنت ما قاعد آكل، خليت الأكل، كنت بشيل معايا أكل جاهز من بيتنا، بمشي هناك باكل وبقضي يومي وبجي راجع. كنت انا اشتغلت 3 شهور، خليته ما اشتغلت شهر واحد وقفت من الشغل. الصراحه كنت متعب، يعني بصراحه كنت متعب، لانه فعلا دي مشكله خطيره. الناس اللي هم موجودين بيفطروا في المطعم، بيتغدوا في المطعم، بيتعشوا في المطعم، انا ما عارف ايه بتاع، دي مشكله، دي يعني دي كارثه. كما تشوف قال لك بيانات وكاله معايير الاغذيه عن مشاكل ضخمه في سلامه الاغذيه في بعض المناطق بالبلاد، حيث فشلت بعض السلطات المحليه في اكثر من 20% من منشات الاغذيه، حوالي 50% من المحلات الوجبات الجاهزه فشل في انهم يفتشوها، ما فتشوها، ودي حاجه خطيره، خطيره شديد، خطيره لدرجه بعيده جدا 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 جدا. صحتك وسلامتك مهمه، عشان كده انا جاي اشاركك بالحاجات دي، لانه فعلا نحن محتاجين يكون لنا وعي بالصحة، والصحة دي أهم حاجة. الصحة دي السلم اللي أنت بتطلع بيه للنجاح، للسعادة العائلية، للفرح، لكل شيء. عشان كده خلي بالك واعمل حسابك، ومسؤوليتك في صحتك في إيدك أنت. الصراحة أنا خليت أكل في المطعم ونسيته. أحيانا بكون إن رابع كده نطلع ناكل في المطعم، الواحد من أول كده المطعم بتذكر الحاجات دي يعني انا بتذكر مره مشيت مع اصحاب، ليه طلعنا مشينا مطعم الزيتون قالوا يتعشوا كده، انا لما قعدت كده استحضرت الموضوع المغرب، قلت لهم يا جماعه صدقوني انا ما هقدر اكل معاكم. ليه؟ قلت لهم انا يا جماعه الاكل ده فيه كذا 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 كذا، انا ما هقدر اكل، يعني ما بنفس الحاجه قلتها دي، لكن يعني طرحت لهم الفكره، يعني قلت لهم انا ما هقدر اكل صراحه، يعني ما قاعد اسر في الاكل بتاع المطاعم. وواحد قال لي احنا ناكل لنا كم وبتاع هنا، وفعلا في مشكلة. الناس يعني في ناس فعلا بتمرض وفي ناس بتموت، يعني تخيل معايا التغرير دي تقارير من جهات رسمية انه في ناس فعلا بتموت لانه بيتناولوا الطعام. في واحدة كان هنا في بريطانيا قبل فترة كم شهر كده اكلت سندوتشي، بس اكلته فاتت ماتت، وقعدوا المطعم وبتاع هنا، في الاخر انت هتدفع فلوس وخلص الموضوع والدين انتهى. لكن محتاجين يكون في رقابة، أنت رقيب وأنا رقيب. في ناس كثير من الناس اللي بيشتغلوا في المطاعم وفي داخل المطاعم، المفروض أنهم يعني يقدموا وعي للناس، يقدموا رسالة للناس، مع الرسول بلاغ المبين. أنا قلت الكلام الحاصل وقلت المشاكل الحاصلة، لكن أنت محتاج تعمل حسابك عشان لصحتك، وصحتك هي مسؤوليتك أنت. خلينا نرفع الشعار ده عشان فعلا كل زول مسؤول عن صحته. خلي بالكم، نشوفكم في فيديو قادم، أعمل فولو واعمل شير للفيديو عشان نصل الناس، لانه في ناس كثير جدا عندهم كسلانين، وبالذات انا اولاد ناس قاعدين عزابنا كسلانين وفترانين، ويقول لك لا يا اخي انا حمشي اجيب لي سندوتشي من الاكل واجي واريح نفسي يا اخي بدل ما نقعد واطبخ وبتاع. اطبخ لسلامتك، انت لو طبخته حطيته في الثلاجه دي، لكن طبخته انت بسلامته، انت طبخته كويس ونظيف وخطيته، ما بتجيك حاجه، ما بتجيك حاجه. شكرا في فيديو غادي الى اللقاء، لانه صحتك بتهمنا الصراحه. عشان كده انا زول في بريطانيا قالت تقدم لكم النصيحه دي والحقيقه، لانه فعلا دي حقيقه وانا شفتها بعيوني. خلي بالك.